بالظبط. الفورسد فايبريشن طبعا كمعادلات مش هيطلع فيه حاجة جديدة، هو نفسه المعادلات القديمة، بس الترم بتاع الفورس هنا اللي هو بيجيب لي البارتيكولر سوليوشن ليه وجود. كل الحاجات اللي فاتت دي اللي اتكلمنا عنها السابقة كلها اسمها فري، سواء بقى ان دامبد او فري دامبد، وانا ما اتكلمتش عن الكريتيكال دامبد وما اتكلمتش عن الاوفر دامبد، مش محتاجهم خالص. فالفري كله الفورس الاف اوف تي بي فيه بتساوي صفر، اما الفورسد فهنا الترم بتاع الفورس ليه وجود، لوجود يعني في عندي حاجة عاملة لي فورس كونتينيوس وست تايم على السيستم، والاوسيلاتري موشن نتيجة وجود قوة، يعني كأنك ماسك سلكة وعمال بيدك عمال تطلعها وتنزلها، تطلعها وتنزلها، تطلعها وتنزلها، أو موتور محطوط على قاعدة، فالموتور ده عمال يتحرك وبيدور طبعا، فعامل فايبريشن في الشاسيه بتاعه أو القاعدة بتاعته، أو محرك عربية شغال متعلق على الكاوتش بتاع العربية على الشاسيه، فالمحرك هنا في فورسد شغال جواه من نتيجة الاحتراق بيحرك الكرانك شافت والبساتم، فدي حاجة اسمها فورسد موشن. فالفايبريشن اللي حاصل في المحرك بتاع العربية أو أي موتور كهرباء. دكتور نعم المحاضرة مش ظاهرة يا دكتور، مفيش صورة ظاهرة. لسه أنا عملت شير للصوت بس ما عملتش، هو كده كده لسه في أول سلايد ما اتحركتش منها. هجيب لكم حاجة، ماشي يا دكتور. أنا بوصف بس الفورسد فايبريشن، إن الفورسد فايبريشن ده عبارة عن حاجة فيها فورس كونتينيوس ويز تايم ما خرجتش من السيستم. هنكبر بقى الشاشة كده. يبقى الفورسد فايبريشن ده occurs when a system is subjected to an external force or displacement momentarily or periodically، يعني الفورس عندي شغالة باستمرار periodically مع الزمن، زي موتور بقى الغسالة اللي راكب في الغسالة، زي الموتور اللي مشغل بامب بتلاقي الأرض اللي راكب عليها أو الشاسيه اللي راكب عليه بيهتز نتيجة دوران الموتور، وطبعا الموتور ده بيدور بالكتروماتيف فورس، فدي كلها انبوت فورس كونتينيوس ويز تايم، فدي يسموها فورسد فايبريشن. يبقى الفرق الرئيسي بين الفري فايبريشن اللي اتكلمنا عنه سابقا والفورسد فايبريشن اللي هبدا فيه دلوقتي، ان كل الفري فايبريشن ما فيهوش فورس كونتينيوس ويز تايم مع السيستم، هي بتخش لحظيا تعمل الفايبريشن وتخرج خلاص، ده اللي اسمه فري. اما الفورسد لا، ده القوه معايا مستمره. والصور اللي ظاهره قدامنا دي زي الشكل اللي على الشمال بتاع العربية اللي بيعملوا لها اختبار على السسبنشن سيستم بتاعها، طبعا العربية طول ما ماشية أصلا أكن المساعدين والسوستة دول بتوع العربية متعرضين لفورسد فايبريشن، أو اللي راكب العجلة بيسوق عجلة في أرض مش ممهدة دي برضك بالنسبة له في فورسد فايبريشن كونتينيوس ويز تايم، أو الإيرث كويكس الزلازل واللي تسجل طبعا بفريكوانسي معين، أو أي معدة، ومنها أشهر حاجة طبعا كلنا عارفين إن الغسالة ساعات بتلاقيها في البيت عندك محطوطة في مكان وما تشتغل دورة غسيل تتشفت كده جزء من الملي 2 ملي او 5 سنتي كمان، وفي ناس عندها يقول لك الغسالة اتحركت من مكانها ومشيت لمكان بعيد شوية. ده بيحصل ليه بقى؟ لان هو في حاجة هندرسها اسمها الريزونانس، والحاجات دي هي اللي بتأثر على ثبات المعدة او انهيارها او تحركها من مكانها واثناء شغلها. فدي كلها امثلة للفورسد فايبريشن. نرجع بقى للمعادلات اللي هي مفروض رخمة، لكن هو الحمد لله الفورس فايبريشن مش معادلاته رخمة قوي، لأن معادلاته بسيطة وجاية من قلب الحاجات القديمة. إن أي حاجة اسمها فورسد يبقى الـ F of T ليها وجود، والـ F of T can be expressed as a function of sine or function of cosine. يعني الـ F of T F نوت ساين أوميجا F، خلي بالك أوميجا F دي يعني أوميجا فورسد، ولا هي أوميجا N ولا هي أوميجا D. احنا قلنا اوميجا ان ديت اللي هي فري ان دامبد، اوميجا دي في الفري اندر دامبد، اما لما يكون عندي فورس فرمزنا للاوميجا اللي جايه مع الفورس باوميجا اف، يعني ده الفريكوانسي بتاع الانبوت فورس، يعني الانبوت فورس هنا اصلا داخله بفريكوانسي معين، والفريكوانسي بتاع الانبوت فورس هو اللي بيخلي السيستم يهتز طبقا ليه هو، يبقى ساين اوميجا اف في التي، او ممكن اعبر عنها بالكوزاين، يعني ساين او كوزاين.
طبعا الديفرنت بيريودك فورسز از نون هارمونيك، مش هارمونيك خالص، زي كان بي ريبريزنتد باي فورير. يعني المعادلات دي ممكن يتعبر عنها بفورير اناليسيز، يعني مش هنخش فيها برضك، بس يعني ممكن يتعبر عن الكلام ده لان هي مش هارمونيك موشن، يتعبر عنها بفورير ايه اناليسيز. if the excitation is oscillatory، اذا كان الداله بتاعت الفورس اللي داخله لي دي اسمها اكزايتيشن، اللي هتثير السيستم وتحركه، اوسيلاتري، هيبقى السيستم برضك هيتحرك في الاخر بفريكوانسي اوسيلاتري معين. then the response will occur at the excitation frequency، السيستم هيتحرك بنفس الاكزايتيشن فريكوانسي، يعني بنفس الفريكوانسي بتاع مين، بتاع الانبوت فورس. دي بس الحاجه اللي بننبه عليها، ان اي سيستم متعرض لانبوت فورس، فالانبوت فورس لو داخله بفريكوانسي، السيستم ذات نفسه هيتحرك بفريكوانسي ذا سيم فريكوانسي. في حاله اللينير موشن، لما يكون عندي سبرينج زي كده وانا بجيب الكتله بحركها، بس الكتله هنا بتتحرك باف اوف تي، بقى الفورس هنا موجوده، اف اوف تي عباره عن اف نوت ساين اوميجا تي. طب ايه الاف نوت ديت؟ ده الامبليتيود اللي هو اقصى قيمه للفورس. لان طبعا الساين والكوزاين من مبادئ الرياضه برضك، كلنا عارفين ان الساين والكوزاين الماكسيمم بتاعهم بواحد. فطالما الساين والكوزاين اقصى حاجه بيهم بواحد، يبقى الفورس لما تكون اقصى حاجه هتبقى فيها اف بقيمه اسمها اف نوت، اللي هي الانيشال فاليو اللي انت اثرت بيها. والاف نوت ديت عباره عن كي في الاستاتيك ديفليكشن. كي في الاستاتيك ديفليكشن. طب بالبلدي كده يعني ايه كي استاتيك ديفليكشن؟ انت جيب واحد كده والواحد اقول له حرك لي الكتله دي وشدها، شدها كده وثبت نفسك وقف في مكانك. فواحد جاب الكتله دي شدها وثبت في مكانه، يعني مازال ستاتيك بقى خلاص، هو شد مره واحده ووقف في مكانه. فالسبرينج هنا هيكون متعرض لاستطاله مقدارها كي في دلتا ستاتيك، نتيجه انه شد بقوه وعمل استطاله ووقف في مكانه. فاقصى قوه دي اللي وقف بيها ما عملش لسه اوسيليشن، هو شد بس ما سابش الكتله، شد الكتله وثبت في مكانه. طالما ثبت في مكانه يبقى القوه دي اقصى حاجه اللي اسمها اف نوت. مجرد بقى ما يسيب ايده او يبدا القوه تتحرك يمين وشمال، بتتحرك بفريكوانسي ساين، فهنا يبقى ايه، حصل اهتزاز مع التايم اللي هو اللي اسمه ازاحه اكس دي. فالدلتا ستاتيك هي ستاتيك ديفليكشن ديو تو انبوت فورس عند زيرو تايم، قبل دراسه الحركه الديناميكيه، يعني لسه ما اتحركتش. اول ما التايم يبقى اكبر من الزيرو هيكون الفريكوانسي ظهر معايا، يبقى في ساين اوميجا تي، التي هتظهر معاك في المعادلات. لكن طالما انت بتشد في سكون وقفت في مكانك ولسه مش هدرس الحركه، فالاف اللي انت شديت بيها دي اسمها اف ستاتيك، اللي بيساوي كي في الدلتا ستاتيك. في الروتري موشن برضك نفس الكلام. الروتري موشن هنا فوق لينير. طب عايز اجيب الاف نوت ديت اجيبها ازاي؟ الاف نوت هي القوه الطارده المركزيه اللي بتيجي من امبالانس موجود، او كتله زياده راكبه في الجسم. القوة الطاردة المركزية عبارة عن M في الأكسلريشن، النورمال أكسلريشن طبعا، يبقى M أوميجا سكوير في الإكسنتريستي، اللي كنا زمان بنقولها إيه، M أوميجا سكوير R، يعني كنا حافظينها كده. القوة الطاردة المركزية بتساوي إيه؟ يقول لك M أوميجا سكوير R. الـ R هو نصف القطر، رمزه في الرسمة دي نصف القطر رمزه إيه؟ E. فالـ E بالنسبة لنا عشان ده فايبريشن، تعني الإكسنتريستي اللامركزية اللي عملت أصلا فايبريشن. وطبعا ده كأنه بردك موتور راكب على شاسيه، او موتور جوه غساله، او موتور عربيه. فالموتور العربيه متثبت على قواعد، فالقواعد ممكن تتعمل لها موديلنج كسبرنج ودمبر، او الغساله متعلقه على بردك سوست، وحاليا بيركبوا فيها مساعدين كمان الغسالات الجديده. فاي غساله متعلقه على سواء سوست فقط او سوست ومساعدين، وده الافضل، بتتعمل لها موديل بالشكل ده. ولو انت رحت الموتور مشغل بامب في محطه ميه او محطه تكييف مركزي، سنتريفيجال اللي هو سنترال اير كونديشن، هتلاقي المواتير دايما الحاجات تحتها حته كاوتش لباده كده، لباده او تحت المخارط والفرايز عشان تمتص الفايبريشن. فاي مكنه تحتها حته كاوتش، فالكاوتش دوت كان بي موديلد از سبرينج اند دمبر. يبقى اي حاجه روتري موشن، الاف نوت بتساوي ام اوميجا سكوير في الراديوس، والراديوس عندي هو الاكسنتريستي اللي هو رمزه هنا باينه في الرسمه دي. هنرجع تاني للمعادله، لان هي المعادله الستاكند اوردر ايكويشن، هي المعادله الاساسيه اللي هي اكس دبل دوت بلس 2 زيتا اوميجا ان اكس دوت بلس اوميجا ان سكوير اكس. هي ما زالت نفس المعادله القديمه، بس كنا بنحط هناك في الهوموجينيوس نحط الاف ايه بزيرو،
لا انا عندي الشابتر ده بيتكلم عن الفورسد فايبريشن، يبقى ده اللي هيجيب لي البارتيكولار سوليوشن. احنا جبنا في الشابتر اللي فات ده الاكس هوموجينيوس اللي كان ايه ساين ايه كوساين اوميجا ان تي وبي ساين اوميجا ان تي اللي تعبر عنها بالفاي والابساي. فانا هشتغل دلوقتي على الاكس بارتيكولار سوليوشن، يبقى ذا بارتيكولار سوليوشن از تو از ديو تو ذا انبوت فورس. ماشي، ما احنا عارفين ان البارتيكولار بيجي من الانبوت فورس، حتى في الرياضه يسموها الانبوت فانكشن او الفورسد فانكشن، اللي فاكر شابتر الرياضه بتاع الاكس هوموجينيوس في الاكس بارتيكولار. يبقى دي بتيجي منين؟ بتيجي من الفورس. والهوموجينيوس تيجي امتى تاني؟ لما احط الفورس بتساوي ايه؟ بتساوي زيرو. والفورس دايما يعبر عنها بساين وكوزاين. ونفس الرسمه اللي انا شرحتها من شويه، ان الام في الجي ليه ما بتظهرش؟ عشان خاطر الام في الجي بتختفي مع الاستاتيك ديفليكشن وبتتلاشى. الاندامبد فورسد فايبريشن اندامبد يعني ايه؟ زيتا ايكوال زيرو. خلي بالك اوعى تتلخبط بين كلمه في الامتحان اندامبد واندر دامبد. الاندامبد هنا زيتا ايكوال زيرو، اما الاندر دامبد زيتا محصوره من زيرو لواحد. فالاندامبد زيتا فيه بتساوي زيرو. والزيتا تعني ايه؟ تعني السي على سي كريتيكال، والسي هو الفيسكوس دامبنج كوفيشنت، والسي كريتيكال الكريتيكال فاليو بتاعته. يبقى الزيتا بتساوي السي على سي كريتيكال، فلو السي بتساوي زيرو يعني ما عنديش دمبر، فهيسموها اندامبد، اندامبد فايبريشن. فطبعا معادلات الحركه كلها سواء في الميكانيكا او في الفايبريشن او في اي حاجه بتتحل بنيوتن. الماس في الاكسلريشن بتساوي سيجما الفورس، وانا عندي هنا بقى فورسد فايبريشن، فالفورس هنا ليها وجود. قبل كده كنا بنحط هنا بزيرو، نحط الترم ده بايه؟ بزيرو. فهقسم المعادله كلها على ام، يعني هيطلع معاك الشكل الستاندر بتاع المعادله اللي هي بردك اللي قبلها دي، اللي هي نفس المعادله دي اكس دبل دوت بلس 2 زيتا اوميجا ان اكس دوت، بس عندي الزيتا ايكوال ايه؟ ايكوال زيرو، فمش موجوده بقى خلاص. فكنا يتفضل لي الاكس دبل دوت والاوميجا ان اكس، ولو كانت بتساوي زيرو كنا نسميها سيمبل هارمونيك موشن. لكن دلوقتي لا، ده دلوقتي بتساوي ايه؟ بتساوي الفورس. بتساوي عندي فورس، والفورس هنا ليها قيمه. والفورس قلنا دايما تكون داخله معبر عنها بالساين او الكوزاين، اللي زي كده اف نوت ساين اوميجا اف في تي. والاف نوت تاني بنقول لك تاني ان الاف نوت دي عباره عن ايه؟ لو في حاله اللينير عباره عن كي في دلتا ستاتيك، في حاله الروتري ام اوميجا سكوير في الراديوس اللي هو الاكسنتريست يعني. وكتبنا لك تاني الكلام اللي احنا قلناه في الاستاد اللي قبلها. الهوموجينيوس بارت ده بيعيد لك بقى الجزء اللي فات. هوموجينيوس بارت يعني ايه؟ يعني الفورس بتساوي زيرو، كنا عبرنا عنها ايه؟ كوزاين اوميجا ان تي زائد بي ساين اوميجا ان تي، وقلنا الشكل ده كان بي اكسبريسد بالساين او الكوزاين. بس انا دلوقتي بحل هوموجينيوس سوليوشن لفورسد فايبريشن، فالاكس اللي ما كانتش واخده سبسكريبت في حاله السيمبل هارمونيك موشن، واللي سميناها بعد كده في حاله الاندر دامبد اكس دي. خلي بالك عشان تركز، احنا اول مره قلنا ايه؟ في الاندامبد اكس بس كابيتال اللي هو الامبليتيود. لما جينا اتكلمنا عن الدامبد الاندر دامبد فايبريشن سمينا الاكس ديت سميناها اكس دي. لما جيت اشتغل في الفورسد مع اني بحل بردك للجزء الهوموجينيوس سميتها اكس اف. يعني بس ركز في دي عشان دي حاجات مهمه اللي ايه بتتحاسب عليها. اكس اف عشان جايه من الفورس، او الفورس ما زالت موجوده معايا هنا في المسائل دي. ساين اوميجا ان تي زائد فاي، وبردك حطينا فاي اف مكان الفاي الاولانيه خالص، او الفاي دي في حاله الاندر دامبد، هنا فاي اف. والابساي بردك ابساي اف، لان المعادلتين دول هم معادلتين زي بعض، او الثلاث معادلات دول في الحقيقه هم حاجه واحده. يعني افك ساين ساين مجموع زاويتين او كوزين مجموع زاويتين، اقدر اوجد الاكس والفاي عادي جدا، اقدر اجيب الحاجات دي او الاكس والابساي. افك ساين مجموع زاويتين واقارنه باللي فوق ده، اقدر اجيب المجاهيل الاي والبي مع الاكس امبليتيود والفاي. فالثلاث معادلات دول زي اللي قبل كده، بس رمزنا للايه؟ للامبليتيود باكس اف، والفاي بفاي اف، او الابساي بابساي اف. وبدون الدخول بقى في حلول معادلات رياضيه والكلام ده كله، هيطلع البارتيكولار سوليوشن على طول من غير ما نثبت ومن غير ما نعمل اي حاجه. احنا قلنا اي حاجه فورسد هيكون الفريكوانسي بتاع السيستم بيتحرك بنفس الشكل بتاع الفورسد فايبريشن. يعني الفورس لو داخله ساين هيطلع الاكس بارتيكولار بردك ساين زيها بالظبط، بس اكس امبليتيود اكس ام فورسد ساين اوميجا اف تي. ولو كانت الفورس داخله كوزاين هيطلع الاكس بارتيكولار بردك عباره عن اكس كابيتال ام اف كوزاين يطلع بردك كوزاين اوميجا اف تي. معنى كده ان الاكس بارتيكولار دايما معتمد على مين؟ معتمد على الفورسد
فورم، فورسة فورس فورم، داخله لي ساين تخرج زيها ساين، داخله لي كوزاين تتحول لكوزاين. الاكس ام اف دي ده امبليتيود بتاع البارتيكولر، خلي بالك غير الاكس هنا اف، اكس اف ده امبليتيود بتاع الجزء الهوموجينيوس في حاله الفورس، اما الاكس ام اف ده الجزء الامبليتيود بتاع البارتيكولر سوليوشن، لان عندي الحل عباره عن اكس هوموجينيوس بلس اكس بارتيكولر. فالاكس ام اف دي ليها معادله برضك بدون دخول في اثباتات، عباره عن اف نوت على كي ماينس ام اوميجا اف سكوير. المعادله دي مش هتجيلك في الامتحان، سعادتك هتحفظ لي المعادله دي اللي انا بشاور عليها دلوقتي دي، ان الامبليتيود بتاع البارتيكولر سوليوشن لما يكون حاله انبوت فورس عباره عن اف نوت على كي ماينس ام اوميجا اف. تمام. طب فين الدمبر هنا؟ انا شغال فورسد اندامبد لسه، ما عنديش دمبر، فورسد اندامبد. هنعمل نفس الكلام، مش احنا هناك كنا شغالين فري اندامبد وفري اندر دامبد؟ انا هشتغل فورسد اندامبد وفورسد اندر دامبد. فاندامبد دي معناها ايه؟ ان الزيتا ايكوال زيرو او السي بتساوي صفر، انا ما عنديش دمبر. يبقى المعادله هنا اف اكس اكس ام اف عباره عن اف نوت على كي ناقص ام اوميجا اف، ومنها بقى احصل على اي شكل انت عايزه. يعني خد هنا الكي مشترك يبقى يطلع اف نوت على كي، ولما اخد الكي مشترك بره يبقى عندي ام على كي اللي هي بردك اوميجا ان سكوير، اوميجا ان خلي بالك ام على كي تبقى مقلوب الاوميجا ان، طبعا هتبقى الاوميجا ان ظاهره لي فين؟ في المقام. فالشكل ده احفظه كفايه وتطلع منه الشكل ده عادي. او بردك عشان عندي الاف نوت على كي هي ستاتيك ديفليكشن، فاتكتب مكان الاف نوت على كي ستاتيك ايه ديفليكشن دلتا ستاتيك على واحد ناقص اوميجا اف على اوميجا ان سكوير. فانا طبعا ما بحبش تحفظ دول، احفظ لي واحده بس منها دي بس وخلاص، وحل بيها احسب الامبليتيود بتاع البارتيكولر سوليوشن اللي هو ده. طبعا اكس ام اف هنا هي نفسها اكس ام اف هنا. الفريكوانسي ريشيو بقى الار ديت عباره عن اوميجا اف على اوميجا ان، اللي بعد كده هنطلع منها حاجه اسمها الريزونانس. لو الار ايكوال 1، لو الار ايكوال 1 اه احنا نسينا نعمل حاجه مهمه، انا سجلت فتحت الريكورد ولا ما عملتوش؟ كده انا عملته، متاكد متاكد لا شغال. الار دي عباره عن الفريكوانسي ريشيو، هي اوميجا فورسد على اوميجا ناتشرال. لو الار بتساوي واحد دي اسمها حاله الريزونانس، حاله الرنين. يبقى اللي عندي تاني المعادله اتكتبت اهي، بس بدلاله مين بقى؟ بدلاله الار. قلنا بدل ما نكتب اوميجا اف على اوميجا ان كتبنا واحد على ار سكوير. فشكل المعادلات دي بردك كل ده ما يهمنيش، احفظ لي هي الاولى دي بس، ما هي دي الاساس، ده الاساس اللي عندك في المعادله. اقدر من دي اطلع الشكل ده او الشكل ده، او اشيل اوميجا اف على اوميجا ان واحط مكانهم الار بالمنظر اللي انت شايفه تحت ده. فكل الصفحه دي كده وكل السلايد دي يهمني فيها المعادله دي. واحنا كده كده عارفين ان الاكس بارتيكولر معتمد على الشكل بتاع الفورسد فايبريشن. الفورسد داخل ساين تبقى هي خارجه زيها ساين، داخله كوزاين تبقى خارجه زيها كوزاين. طبعا اللي فات دوت في حاله اللينير، يعني ده كله بتكلم عن اكس. لو في حاله الروتيشنال هي نفس المعادلات برضك، احفظ حاجه واحده بس، في حاله الروتيشنال الفورس بتشال ويتحط مكانها التورك او المومنت، بدل ما اكتب اف نوت لا هكتب ام نوت، ونفس الكلام كله تحت. هي بس ايه الاف هي اللي استبدلت هنا، مكان الاف حطينا مكانها المومنت ام نوت على كي، وبدل ما كتبنا static deflection كتبنا theta static يعني الإزاحة أو الزاوية الأنجلر static. هي نفس المعادلات السابقة، وبرضك الثيتا هي بتساوي زي ما كانت هناك فرصة على كي، هنا هتساوي ام على كي. وطبعا الام نوت ده هو static moment أو amplitude of input moment، لو هي حاجة بتدور كده فالفرصة اللي بتدور الجسم عاملة لي initial moment. يعني انت لو عندك زنبلك اللعبه بتاع الاطفال، انت بتقعد تلف 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 وبتروح واقف عند اخر حته، فانت عملت انيشال مومنت. مجرد ما بتسيب ايدك بقى بيبدا ايه الزنبلك يفك ويحرك اللعبه اللي بتتحرك سواء عربيه او اي حاجه. الفورس فايبريشن في مجموعه من العلاقات كده، هي من اول هنا يعني ما رحناش للصعب لسه، كل ده كلام سهل. الماجنيفيكيشن او امبليفيكيشن فاكتور، نسبه التكبير الامبليفيكيشن فاكتور او ماجنيفيكيشن فاكتور، او الامبليتيود ريشيو سواء يطلب منك امبليتيود ريشيو امبليتيود ريشيو او امبليفيكيشن فاكتور او ماجنيفيكيشن فاكتور، عباره عن ايه ده؟ عباره عن اكس اف على دلتا ستاتيك اللي هي اصلا من المعادله اللي قبلها. خلينا في الاكس، يعني ده على ده
اكس على دلتا ستاتيك، يعني اكس ام اف على دلتا ايه ستاتيك، اللي هي تطلع واحد على واحد ناقص ار سكوير، اللي هي المعادله دي. يبقى الاكس الامبليتيود بتاع الفورسد فايبريشن على دلتا ستاتيك يبقى واحد على واحد ناقص ار سكوير، دي اللي اسمها الامبليتيود ريشيو او ماجنيفيكيشن ريشيو او ماجنيفيكيشن فاكتور او امبليفيكيشن فاكتور، اي مسمى من دول. وتاني بنقول لك ان دلتا ستاتيك هي اف نوت على كي، بنكررها تاني. الحاله اللي اسمها ريزونانس تحدث امتى؟ دي حاله باللغه العربيه تسمى الرنين، ان الفورسد فريكوانسي بيساوي الناتشرال فريكوانسي. ودايما لما الواحد يسال اي طالب يقول له تعرف ايه عن الرنين، يجاوبك زي اجابه صاروخ، الرنين او الريزونانس الفورسد فريكوانسي بتساوي الناتشرال فريكوانسي. طب اما اجي اسالك فيزيكالي معناه ايه، تلاقي ما حدش يرد بقى، لان احنا للاسف بنحفظ الحاجه بدون ما نفهمها. لكن احنا لو فكرنا كلمه ناتشرال فريكوانسي، ناتشرال حاجه طبيعيه، اي حاجه في الدنيا، اي حاجه في الدنيا ليها حاجه اسمها ناتشرال فريكوانسي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت لو عندك ترابيزه مكتب او ترابيزه سفره، ترابيزه السفره دي ليها كتله ماس، ورجل الترابيزه حتى لو هي خشب، هي حديد، هي اي حاجه، فاحنا في فايبريشن بنعامل الرجول كلها كان بي هاندلد، فاكرين السمبلي سبورتد بيم، بيطلع له سبرينج افكت. يعني طبعا هو مش هنتكلم ان الخشب يعني ليه الاستيستي موديل او الاستيستي رينج، اي حاجه في الدنيا ليها نسبه الاستيستي او ليها سبرينج افكت، ليها نسبه من السبرينج افكت حتى لو ضعيفه جدا، بس ليها نسبه. فاي رجل، اي ترابيزه، مبنى قائم بذاته، فالمبنى القائم بذاته دوت بيتعامل في الفيبريشن اكنه سيمبلي سبورتد بيم. سيمبلي سبورتد بيم متعرض لاكسيال فورس وليه ديفليكشن بيحصل، فيطلع له سبرينج افكت. فباي مبنى، طب جسم الانسان، لو انا خدت الكلام ده على جسم الانسان، الجسم الانسان اللي بيتحرك العادي دوت، اي واحد فينا ليه وزن معروف، في واحد هتلاقي واحد وزنه خفيف، واحد وزنه تقيل، ديبند على تركيبته البدنيه ومشيته، ماشيه كل واحد مشيته معتمده على كتلته والسبرينج بتاع رجليه، لكن رجليك دي فيها سوسته، سواء مشط رجلك هو عامل حته من السوسته، التانيه الركبه والحاجات دي كلها، والجسم الانسان رجليه بتعمل لك حاجه زي سبرينج افكت. فكل انسان، كل مبنى، كل ستراكشر، ترابيزه، اي عربيه هي واقفه كده في مكانها ليها كتله، والعربيه اصلا فيها سبرينج، فالحمد لله دي سهله، فليها سبرينج افكت. فاقدر احسب لاي حاجه في الدنيا الناتشرال فريكوانسي، اي حاجه في الدنيا. طب الكوبري، عشان دي اللي هنتكلم فيه بقى، كوبري مثلا مبني، الكوبري دوت ليه كتله، والكوبري عشان ليه حاجه احنا خدناها قبل كده زي سيمبلي سبورتد بيم اللي هو متثبت من مكانين، او فيكسد بيم حتى، او اي شكل هو بيم متثبت من طرفين، فالكوبري ذات نفسه عباره عن بيم، فالبيم ده حسبناه له قبل كده السبرينج ستيفنس بتاعته. فحتى الكوبري ليه كتله وليه سبرينج ستيفنس، يبقى ليه اوميجا ان، يبقى اي مبنى في الدنيا واي حاجه في الطبيعه ربنا خلقها ليها ناتشرال فريكوانسي. يعني حتى اللي فكروا فيه مره، يعني حد فاتها كده في مصر قال لك هنجيب العصايه ونعالج الناس في فيروس سي واشاور عليه اطلع منه، هي الفكره اصلا مستخدمه في اوروبا بايه؟ يقول لك اي فيروس في الدنيا ليه ناتشرال فريكوانسي، ليه كتله وليه سبرينج افكت بيستطيل بيه يعني. فلو انت عرفت تخلي تديله موجه تساوي اللي هي اوميجا اف، يعني تديله موجه فورسد تساوي الناتشرال فريكوانسي بتاعه، هتوصل لحاله اسمها الرنين، فتدمر الفيروس ده او تقتله فورا بالالكتروماجنتيك ويفز. فالفكره كفكره سهله، لكن التطبيق طبعا مش سهل، ان الفيروس بيحور نفسه وبيغير السبرينج ستيفنس بتاعته، ليه كتله ثابته بس الستيفنس بتاعته بتتغير، فبالتالي مش كل الفيروس اقدر اموتها بالالترا ماجنتيك ويفز وادي لها فورسد فايبريشن يساوي الناتشرال بتاعها. ودي المشكله طبعا اللي بتواجه الناس بتوع الطب بقى، وعلميا هم بيبقوا الدكاتره في الهندسه بيحاولوا يعالجوا الفيروس بالفكر العلمي ده، ان يجيب لاي حاجه في الدنيا ناتشرال فريكوانسي معروف اديها فورسد فايبريشن اروح موتها على طول، اوصلها للريزونانس انها تنهار وتتفكك. فالشرط بتاعي ايه؟ ان اوميجا فورس تساوي اوميجا ان، عملنا مقدمه طويله فيها عشان هي فعلا حته مهمه، ان اي حاجه في الدنيا قلنا ليها ناتشرال فريكوانسي، لو انا اديتها فريكوانسي يكافئ بنفس قيمه الناتشرال هتنهار. يعني انا لو قعدت اهز في ترابيزه عندي اهتزاز معين بموجه معينه، وكانت الموجه دي هتوصل تساوي الجذر التربيعي الكي على ام اللي هي اوميجا ان، يعني هتروح الترابيزه دي متكسره،
لو الغسالة عندك اللي في البيت، الغسالة الأوتوماتيك طبعا، أو أي موتور راكب في أي قاعدة حاجة، لو حصل إن حصل فيه فورسة فايبريشن يكافئ الجذر التربيعي الكي على إم بتاعته هو، بتاعت المكنة دي، هينهار برضك. لأن الجذر التربيعي ده كي على إم هو مين؟ هو أوميجا إن. فأنت بتدي له فورسة فايبريشن يكافئ ده. وطبعا القصة المشهورة إن كانوا في عساكر ماشيين على كوبري بخطوة منتظمة، فالكوبري دوت ليه كتلة معينة، والعساكر طبعا ادد ماس، والخطوه المنتظمه عملت ايه؟ الكوبري قاعد يعمل يلب كده، يبقى عامل زي السوسته. فهم بيعملوا فورسه فايبريشن، وعمال برجليه دين خطوه فيها فورسه فايبريشن، فالفورسه فايبريشن اللي هم عملوه وصل لفريكوانسي يساوي الجذر التربيعي الكي على ام بتاع الكوبري، فالكوبري يحصل له انهيار فورا. يعني طبعا حاجه ما كانتش الناس عارفاها، ازاي الكوبري ينهار والناس ماشيه عليه بخطوه منتظمه، ان هم وصلوا الفريكوانسي بتاع الفورسد بقى ايكوال فريكوانسي اللي اتصمم عليه الكوبري. وطبعا في امثله مشهوره بقى، كوبري في امريكا انهار بسبب رياح وكلام زي كده، دي حاجات تقراها من على النت تعرفها بنفسك عشان مفيش وقت. فهنتكلم بسرعه كده عن الفورسد فايبريشن، قلنا بينقسم اي اكس الى اكس هوموجينيوس بلس اكس بارتيكولار. الاكس هوموجينيوس دي معتمده ان الفورس تكون بتساوي صفر، اللي بنسميها ترانزيانت، ترانزيانت موشن، حركه انتقاليه اهي. والاكس بارتيكولر دي معتمده على شكل الفورس، والفورس لو داخله لي بساين هتطلع البارتيكولر زيها ساين، هيبقى عامله كده اهو. طب التوتال بقى، التوتال اكس الازاحه الكليه عباره عن مجموع الاثنين، فكانك بتجمع اكس هوموجينيوس بلس اكس بارتيكولر بتوصل للشكل اللي انت شايفه ده. ده الاكس توتال اللي هي كومبايند اكس هوموجينيوس بلس اكس بارتيكولر، بس في حاله الفورس، كل ده في حاله الفورس، ده جمعنا الهوموجينيوس مع الفورس. رجعنا تاني للمعادلات المكلكعه بقى، ودي الحاجه اللي ما بتعجبش الناس، بس هي للاسف احنا مضطرين نشتغل بيها. الاكس توتال كانت عباره عن مجموع اكس هوموجينيوس، ما احنا جبناها قبل كده في الفري دامبد والفري اندامبد، احنا شغالين في حاله الفري اندامبد، فهي كانت عباره عن ايه؟ كوساين اوميجا ان تي بلس بي ساين اوميجا ان تي. طب ايه اللي زاد عليها؟ زاد عليها الفورس بس، ده الاكس بارتيكولار اهو كتب جنبها. المعادله طولت شويه بس ما زالت يعني اندر كنترول. والاكس ام اف ده ما احنا جبناه من شويه، اف نوت على كي ناقص ام اوميجا ان سكوير، اللي بعد كده عبرنا عنه ما اعرفش واحد ناقص ار سكوير بالشكل السمبليفايد، وكان البسط فيه اف نوت على كي اللي هي دلتا ستاتيك. بردك الكلام ده كله مش اي حاجه خالص، عشان اجيب المجاهيل الاي والبي، ما زالت المجاهيل الاي والبي ديت تيجي من انيشال كونديشنز، لازم تيجي كده. فات انيشال كونديشن اكس اوف زيرو هتساوي اكس نوت، واكس دوت اوف زيرو هتساوي في نوت، واقدر اطلع الكابيتال ايه، الثابت A والثابت B، ونعوض بال A ونعوض بال A. المعادله يا نهار ابيض، ايه المعادله الصعبه دي؟ لا مش هنقدر نحفظها، احنا هنبرشمها. انا مش عايزك تبرشم حاجه ولا تغش تودي نفسك في داهيه، عشان المراقبين بتوع مدني ومساحه دايما نراقب على بتوع ميكانيكا، يقول لك بتوع ميكانيكا غشاشين. انا مش عايزك تبرشم حاجه في الكورس، انا هديك المعادلات الصعبه دي. يعني الاكس، الاكس طبعا احنا قلنا المعادله دي فيها كوزاين وساين وكوزاين، بس طبعا بتوع الرياضه يقول لك لا دي كلها كان بي اكسبريسد از اكس اف كوزاين اوميجا ان تي ناقص ابساي. فاكرين المعادله بتاعت اوميجا ان تي ناقص ابساي اهي، جات لنا تاني اهي. ممكن تعبر عنها كده وخلاص، اكس اوف تي بتساوي كده بلس الاكس بارتيكولر اللي هو ده. بردك ما تحفظهاش، هتجيلك، ما توجعش قلبك وتقعد تكتب ولا تحفظ حاجه، عشان مش عايزك تبقى مخك حفيظ، انا عايزك تحل المساله باللي انت فاهمه بس. الاكس اف ده عباره عن ايه؟ بص، الجذر التربيعي لكل الكلكعه دي. خلي بالك كل الكلكعه دي هي نفسها هترجعك للاكس هوموجينيوس بتاعت الاندامبد، اللي لو كان هناك مفيش فورس، يعني الفورس هنا بتساوي زيرو في الترم ده، لو الترم ده بيساوي زيرو هيطلع لك ايه؟ اكس نوت بلس في نوت على ام سكوير. عشان كده بقول لك انا هديك في الامتحان الاكس اف دي، هديها لك كده مطبوعه، لو جت طبعا اكيد هتيجي مساله فيها، هديها لك مطبوعه في الشيت بتاع الامتحان ذات نفسه. ومنها اقدر اقول ايه؟ ما انا مش محتاج احفظ بردك الاندامبد فري، الفري فايبريشن، ما انا مش محتاج احفظه بردك ليه؟ من نفس المعادله، لو حطيت الفورس بتساوي زيرو هجيب الاكس اللي هناك، هيطلع لي اكس نوت زائد في نوت على اوميجا ان كل تربيع، ويبقى كاني ضربت عصفورين بحجر واحد. الدكتور اداك المعادله، وانت لو شغلت دماغك شويه وحطيت الفورس بتساوي زيرو هتحصل على الاكس فري بتاعت اول حاله اللي هي اندامبد فري فايبريشن. انا اقول لك حاجه اجمل كمان بقى، لما يجي الدامبد، الاندر دامبد، يعني معادله الاندر دامبد تبقى اكبر من دي شويه،
المعادله الاندر دامبد لو جات لك لوحدها ممكن اطلع منها معادله الان دامبد فورسد ومعادله الفري، سواء فري ان دامبد او فري دامبد، اطلع من معادله واحده كل اللي قديم اللي قبل كده، بسبب ان انا يكون عندي معادله بطير منها بس مجموعه من الترمات. الاحتمالات اللي عندي للار اللي هي الريزونانس ديت او الفريكوانسي ريشيو اوميجا اف على اوميجا ان، دايما دي مهمه جدا. اما اجي اصمم اي سيستم ابعد عنها تساوي واحد، يا اما يكون الار محصوره من صفر لواحد يبقى قيمتها بوزيتيف، او الار اكبر من الواحد يعني تطلع قيمتها نيجاتيف اللي هي النسبه بتاعت المقام. انت عندك هنا كان في مقام مهم جدا نرجع نبص عليه كده. المشكله بقى هي المعادله دي اللي هي الامبليفيكيشن فاكتور او المعادله اللي قبلها كمان. المعادله دي مشكلتها في ايه؟ ان الامبليتيود بتاع البارتيكولر سواء بالسيتا او بالاكس، سواء بالسيتا او بالاكس واخد الار في المقام. فالار لو ساوت واحد تخيل الامبليتيود هيساوي كام؟ ما لا نهايه. يعني حاجه دي مشكله بقى اللي هو بتاع الريزونانس، ان الموجه هتزيد قوي، هتزيد قوي معدل ما لا نهايه، يعني السيستم هينهار هينهار. فعشان كده في مشكله، اوعى تصمم سيستم الار بتاعته اللي هي نسبه اوميجا اف على اوميجا ان بتساوي واحد، ابعد عن دي تماما، يا اما اكبر او اقل. ودي الشروط بتاعت التصميم لاي ميكانيكال سيستم، يبقى لازم الار تكون يا اما بوزيتيف او نيجاتيف، سواء اكبر من واحد او اقل من واحد، بس اهم حاجه ما تكونش بتساوي ايه؟ ما تكونش بتساوي واحد. طبعا ما تساويش طبعا زيرو، اكيد الزيرو دوت يعني ما عندكش سيستم اصلا يعني. فالار تكون ايه؟ مش ابعد عن ار بتساوي واحد، اللي هي حاله الريزونانس. هناخد حاله حاله كده سريعا، وما تشغلش بالك بالقوانين الصعبه دي برضك. يعني هي الحاله الاولى اللي هي من زيرو لواحد، يعني هي بوزيتيف، يعني واخده الشكل ده، ده الاف اوف تي اهي الفورس، هتلاقي البارتيكولر ديسبليسمنت ماشيه معاها ان فيز مع بعض. يعني في حاله ان الار واحد ناقص ار سكوير بوزيتيف، هيبقى الاكس بتاعتها ان فيز مع الانبوت. وطبعا احنا كتبنا المعادلات السابقه ان اكس هوموجينيس بتساوي كذا بالكوزين، واكس بارتيكولر بتساوي كذا، وجمعناهم مع بعض. يعني حتى الكلام ده مكتوب قبل كده، بس مكتوب قبل كده مع الحاله اللي اسمها دلوقتي ان الار محصوره من صفر لواحد ومطلع لي بوزيتيف، وهم كده ان فيز ويز اكسترنال فورس. لو الترم ده طلع نيجاتيف هيبقى دي هتعكس معاك بقى، تبقى بس فاهمها فيزيكالي كده. يعني لو الار اكبر من واحد، يعني الترم واحد ناقص ار سكوير هيبقى نيجاتيف، هيبقى الديسبليسمنت اوبزيت فيز ريفيرس مع الاكسترنال فورس، يبقى الفورس عندي واخد اتجاه، والثانيه نفس القيم كسكيلر بس معكوسه. يعني هنا قيمه موجبه تكون هنا قيمه سالبه، فهنا ايه؟ ريفيرس ويز اكسترنال فورس. ده لو الار اكبر من الواحد. وبرضك نفس المعادلات السابقه، الاكس هوموجينيس لن تتاثر، اما الاكس بارتيكولر عشان هي دايما الاكس بارتيكولر هي متاثره بالفورس الانبوت، هتاخد اشاره سالب لان دايما ايه؟ ريفيرس معاها. فهتلاقي الاكس توتال عباره عن ادي اكس، ده احنا هنا الاكس دي كلها كده الاكس هوموجينيس وماينس الاكس بتاعت الايه؟ البارتيكولر. الحاله بتاعت الريزونانس بقى طبعا بردك بنبين شكلها، لو الار ايكوال واحد، ودي طبعا حاله مش مستحبه ان فيها الاوميجا فورس بتساوي الاوميجا ناتشرال. بص الامبليتيود عمال يحصل له ايه؟ يعني لو في سيستم اصلا بيحصل له انهيار بتلاقي الاكس عماله تنهار، مفيش بقى معدن ولا حبال ولا اي حاجه هتستحمل، يعني هتقعد تستحمل لغايه مرحله معينه وتيجي فريكوانسي عمال يوصل لما هي تقطع منك خلاص. ما هو ليه بردك تركيبه وليه تثبيته، فلازم مع الاكس اللي عماله تكبر دي هيتكسر هنا ولا هيتكسر هنا. فممكن يكون سيستم مستحمل معاك الفايبريشن لغايه مثلا المدى ده، لكن هيقعد بقى يوصل فين؟ ده رايح ما لا نهايه اصلا، فرايح ما لا نهايه يعني لازم هينهار. عشان كده الريزونانس حاجه يعني مرفوضه في التصميم. الاكس هوموجينيوس هتساوي الترم ده مع ده، اللي هما كان فيه A كوزاين بلس B ساين الشكل القديم، والاكس بارتيكولر واخد الشكل ده، هجمع ده مع ده. او طبعا ممكن اكتب اكس بتساوي الاكس هوموجينيوس بتاعت الفورسد بارتيكولر، هو نفس الكلام. يعني مش مهم قوي المعادلات عندي، اهم حاجه الثلاث رسومات دول، لان المعادلات دي اصلا جايه من اللي قبل كده، بس مره حطينا موجب مره حطينا سالب، ادي موجب مره حطيناها سالب وخلاص. فلو ار من زيرو لواحد يبقى الواحد ناقص ار بوزيتيف، ويبقى الاثنين مع بعض ان فيز ويز اكسترنال فورس، الاكس بارتيكولر ان فيز. لو كانت الواحد ناقص ار سكوير بنيجاتيف يبقى الاكس بارتيكولر
ريفرس فيس مع الاكسترنال فورس. لو كانت ار بتساوي واحد يعني ريزونانس، يبقى الامبليتود عمال يزيد معايا لايه؟ لما لا نهايه. وده شكل ده حساب الاكس اوف تي اللي عمال يزيد معايا لما لا نهايه. ده اللي رسم الكيرف ده. يعني بقدر ارسم الاكس من المعادله دي. الاكس عندك اهي. تعالى بقى نحل مثال. يعني هنلاقي المثال بعد ما نخش ما نحل المثال ده. يعني طب ايه اللي وجع الدماغ اللي فات ده كله؟ واحنا المثال حلو وجميل وارقامه سهله وبنعوض تعويض مباشر. طب ايه لازمه القوانين المكلكعه اللي ورا؟ القوانين المكلكعه اللي ورا دي الثيوري اللي بتفهم فيها علاقه الكان فري مع فري اندامبد وفري دامبد. وما اتكلمناش عن الكريتيكال عشان مش مهم بالنسبه لنا، واتكلمنا عن الفورسد اندامبد والفورسد دامبد، او لسه ما اتكلمناش عن الفورسد دامبد، احنا لسه في حاله الفورسد اندامبد فايبريشن. فهنيجي نحل السؤال. الله ده مثال سهل. انا اقراه كده مع بعض. ريسبروكيتنج بامب بامبرز بروكيتنج ويتنج 150 نيوتن از ماونتد ات ذا ميدل اوف ستيل بليت. اهي رسمتها اهي. البامب دي ريسبروكيتنج مثبته على ستيل بليت. ركز بقى عشان ايه، هتلاقي الدنيا دخلت من الحاجات القديمه قوي. ده شكل ايه؟ فيكسد بيم. يعني ليه معادله. ليه معادله خدناها قبل كده. فعشان تبقى عارف ان الكي بتاع البيم ده انت هتجيبه. يبقى ريسبروكيتنج بامب ويتنج 150 نيوتن ده وزنه اللي مأثر في سنتر البيم از ماونتد ات ذا ميدل اوف ذا ستيل بليت. دي ماده من الستيل. الاي بتاعها ب 30 في 10 اس 6 بار اوف ثيكنس، وليها سمك 1.5 باين على الرسمه، والويدز بتاعها 50 اند لينث 250 وطولها 250. كلامبد الون along تو ايدجز متثبته في خلال الايدجز اللي عندك على الرسمه دي. during operation of the pump the plate is subjected to harmonic force. البليت دي اتعرضت لهارمونيك فورس. جاي لها منين الهارمونيك فورس؟ جاي لها من الريسبريكيتنج بامب. البامب عماله تشتغل فيها، موتور مشغلها، فالبليت اللي مثبت عليها الموتور ده عماله تتعرض لفايبريشن اهو اف اوف تي، واخد معاه الازاحه برضك كمان اكس اوف تي. فدي الهارمونيك فورس 5 كوزاين 60 تي. كم قلنا قبل كده بنفكرك تاني، طالما الفورس داخله بشكل معين البارتيكولر هوموجينيوس البارتيكولر سوليوشن واخد نفس الشكل كوزاين زيها كده. الخمسه تمثل ايه؟ تمثل هي الاف نوت، وال 60 تمثل الاوميجا اف، لان هي اف نوت كوزاين اوميجا اف تي. فمن الداله دي عرفت تو انبوت تو داتاز، الاف نوت بتساوي 5 والاوميجا اف بتساوي كام؟ بتساوي 60. فايند ذا امبليتيود اوف فايبريشن اوف ذا بليت. احسب لي الامبليتيود اللي هو اكس اف. يعني المساله هنا ما فيهاش دمبر، مفيش دمبر عندي خالص، فما زالت احنا في ايه؟ اندامبد فايبريشن. فاحنا قلنا ده فيكسد بيم، يبقى الكي بتاعه بيساوي كام؟ 192 اي في اي على ال تكعيب. الاي جيفن الاي هتحسبه، وقال لك مقطعه مستطيل يعني بي اتش تكعيب على 12. بص رجعنا ليه لشيت واحد في الاول خالص، نحسب من الاي بالمقطع بتاع المساحه بي اتش تكعيب على 12. وطبعا طول البيم ال اللي عندك كانت كام؟ 250 سنتيمتر، راعي الوحدات طبعا 250 سنتيمتر. لما اجي اعوض بالال هنا، اول حاجه هجيب الاي بالرقم ده متر اس 4، عوضت هنا في الكي، جبت الكي 52 ملم اهو بقت 2.5، طلعناها بنيوتن على الايه؟ على المتر. جبنا الكي، الكتله بقى ديت او الوزن اللي هو قايل لي 150 نيوتن بيأثر فين؟ بيأثر في المنتصف. فانا عايز اجيب الكتله. هجيب الكتله ليه؟ عشان التركيبه دي كلها ليها في الطبيعه حاجه اسمها ناتشرال فريكوانسي. جبت الكتلة بتاعت الموتور اللي مأثر على البيم اللي راكب ده، فهو كان مديك فورس على الجي طبعا. جبت الماس، اقدر احسب الناتشرال فريكوانسي. خلاص ما انا عندي الكي وعندي الام، جبت الناتشرال فريكوانسي اهو طلع ب 58.22% راديان بير سكند. قلنا من النص السؤال مديك الاف بتساوي 5 كوزاين 60 تي، فال 5 هي الاف نوت وال 60 هي اوميجا اف. يبقى اف نوت بتساوي كام؟ بتساوي 5 نيوتن، عشان لما نحتاجها ما نقولش ما نقعدش ندور عليها. في عندي حاجه اسمها دلتا ستاتيك عباره عن اف نوت على كي، الاثنين معروفين خلاص. اف نوت اهي والكي انت لسه حاسبها فوق، جبت الاف نوت على كي. الار اللي هي فريكوانسي ريشيو عباره عن اوميجا اف على اوميجا ان، طلعت بكام؟ الحمد لله مش بواحد، هي 1.3%. بس قريبه قوي من الرنين، بس ما علينا، هي ماشي يحصل رنين دلوقتي. الار هنا اكبر من الواحد، هتقول الار اكبر واحد؟ ارجع كده افتكر بقى الرغي بتاع المعادلات النظريه اللي احنا قعدنا نقول العك كتير ده، ايه كل الدوشه دي؟ عشان الحته دي بس. ار اكبر من واحد يبقى واحد ناقص ار سكوير هتطلع نيجاتيف فاليو،
فالاكس بارتيكولر هتكون ريفرس فيز، يعني هتطلع لك بالسالب. تعال نشوف كده المسألة طالعة بإيه. هي مسألة بالأرقام أهي، حتى الإكس طلعنا الإكس هيطلع لي بكام؟ بالسالب، لأن هي كده الآر طلعت معايا أكبر من الواحد، فيبقى واحد ناقص آر سكوير هيطلع نيجاتيف، فيطلع الإكس بارتيكولر طلع لي بالنيجاتيف ساين. هنا طبعا اتحسبت بالقانون اللي قلته، تحفظ القانون ده اللي هو إكس بتساوي إف نوت على كي ناقص إم أوميجا إف سكوير، او عايز تطلع من الار اللي انت حاسبها قبل كده والدلتا ستاتيك براحتك، احسب من دي او من دي، بس هي الاصل بتاع المساله هو ده. اف نوت بكام؟ بخمسه. كي بكام؟ انت حاسبه فوق اهو. ام بكام؟ من ال 150. اوميجا اف بكام؟ اللي كانت جايه في نص السؤال ب 60، اللي هي جايه من نص السؤال 5 كوزاين 60. طلعنا منها الاكس ام، او عايز تعوض بالدلتا ستاتيك على واحد ناقص ار سكوير، فانت حاسب برضك، حاسب دلتا ستاتيك فين؟ حاسبينها اهي، والار حاسبينها اوميجا ايه اف على اوميجا ايه اوميجا ان. The negative sign indicates that the response x of t of the plate is out of phase with the excitation، يعني عكسه ريفرس معايا يعني. فالمثال اتحل، خلص المثال، يعني ملوش دعوه بالقوانين الصعبه، لا ملوش دعوه بالقوانين الصعبه اللي فاتت، هو المثال بيتحل بسرعه فعلا في حاله الفورس، امثلته مضمونه. وفي الامتحان حتى ساعات اقول للناس ايه، ما تخش الامتحان حل اول مساله كده، دور فين مساله الفورسد وحلها، لان انت بتحلها بتطمن ان واخد لك مثلا 10 درجات. يا سلام، خدت 10 درجات سهلين بدون اي مجهود ذهني، بدون اي حاجه خالص. فدايما في الامتحان ادور فين مساله الفورسد واحلها اول حاجه. A motor weighting 350 نيوتن، ده مثال جديد طبعا، بيقول لي الموتور ده وزنه 350 نيوتن is supported by four springs، متثبت باربعه، طبعا ده مسقط، فدول اربعه مش اتنين بس هم ورا بعض. اتش هافنج ا كونستانت، كل واحد ليه كونستانت 750 نيوتن على المتر المربع. وركز بقى في الامتحانات، اتش هافنج ولا اول هافنج؟ كل واحد لوحده عنده 750، لو قال لك اول هافنج يبقى خلاص دوت الكي كومبايند. فهنا كل واحد 750. ذا امبالانس اوف ذا موتور از ايكويفالنت تو ا ويت اوف 1 كيلو جرام، في امبالانس ويت موجود مقدار 1 كيلو جرام، دي الامبالانس فورس. لوكيتد ست سنتيمتر فروم ذا اكسس اوف روتيشن، موضوع او مكانها على بعد 6 سم. ال 6 دي عباره عن ايه؟ عن الاكسنتريستي. يبقى 6 سم دي الاكسنتريستي، والكتله دي هي اللي عامله لي اكسنتريستي، اللي هي ام اوميجا سكوير في ار، اللي هجيب منها ايه؟ هجيب منها الام نوت في حاله الروتيشن، ده حاله روتيشن دلوقتي. في مرة واحد طالب سألني في أحد المحاضرات، طبعا هنا محدش، الأسئلة صعبة شوية في الأونلاين، قال لي مش ده موتور؟ إحنا ليه بنحسب الإكس والكلام ده كله؟ هو بيحسب إكس لمين؟ للبيم. هنا شغال على إكس للبيم في المسألة دي، بيحسب الأمبليتيود بتاع الإيه؟ الإكس. أما المسألة اللي وراها ديت هنا بيتكلم عن موتور، فبيحسب الشغل ده للموتور ذات نفسه. فالكلام كله عن الاكسنتريستي بتاعت الموتور وعلى بعد 1 كيلو جرام من الاكس بتاع الدوران، فدي كلها فيها الام اوميجا سكوير في الاي. ديترمن ذا ار بي ام ات ويتش ريزونانس ويل اوكير. بص يعني حتى المنطوق السؤال فيه خبص شويه، يقول لك احسب لي السبيد ان ار بي ام، مش مهم ار بي ام ولا غير ار بي ام، بس اهم حاجه ايه؟ ات ويتش ريزونانس ويل اوكير، يعني احسب لي الفريكوانسي اللي يحصل عنده الايه؟ الريزونانس. طب نجيبه منين ده؟ ده سهل جدا من خلال الداتا بتاعتنا. ما انا هجيب الاوميجا ان واقول الاوميجا ان ده في الحاله بتاعت الريزونانس هيساوي الاوميجا اف، يبقى هي دي الريزونانس فريكوانسي. طب الاوميجا ان اجيبها منين؟ من الجذر التربيعي الكي على ام. الكي عندي هيجي منين؟ عندي اربعه سبرنجز كل واحد ليه كام؟ 750، هجيب الكي ايكويفالنت. الام هتيجي منين؟ عندي 350 نيوتن دي الكتله، فهجيب من الام والكي الاوميجا ان، والاوميجا ان ديت اللي لما يحصل ريزونانس هتساوي الاوميجا اف، ومن الاوميجا ان بتساوي اوميجا اف، فكاني عرفت الاوميجا اف واطلع منها السبيد، لان اوميجا بتساوي ايه؟ 2 باي ان على 60. تعال نشوف الاجابه عامله ازاي. جيفن الويت 350 الكي، طبعا دول 4 سيريز، يبقى 4 في 750 ضربتهم ده كده كي ايكويفالنت بتاع الجسم كله، والام الامبالانس 1 كيلو جرام. سبيد ات ويتش ريزونانس ويل اوكير هحسبها منين؟ هجيب الكتله واجيب الكي وانا احسب الاوميجا ان، مش هحسب حاجه غير كده، هجيب الاوميجا ان واقول لما يحصل ريزونانس الاوميجا اف هي اللي هتساوي الاوميجا ان اهو.
ريزونانس اوكير ات ار بتساوي 1، يعني اوميجا اف هتساوي اوميجا ايه؟ اوميجا ان. يبقى اكني كده عرفت الاوميجا اف. احسب بقى السرعه اللي طالبها دي. السرعه بتيجي منين؟ الاوميجا بتساوي 2 باي ان على 60، يبقى اقدر احسب الان بتساوي 60 اوميجا اف على 2 باي. طبعا اوميجا اف بتساوي اوميجا ان، خلاص عوضنا بيها. يبقى بيحصل هنا بقى الاجابه دي اجابه جميله جدا، بيقول لك ذا ريزونانس سبيد، السرعه اللي يحصل عندها الريزونانس 803 ار بي ام. يعني لما اروح اشتري موتور، اروح اشتري موتور وزنه 350 نيوتن وراكب على 4 سبرنج، كل سبرنج ليه كي 750، لازم اكون الموتور ده سرعته ما تكونش 800 وكام الرقم اللي طالع، ما يكونش 800، فين الاجابه؟ ما يكونش 803. اروح اشتري موتور بقى بيدور ب 1500 ار بي ام، يدور ب 3000 ار بي ام، يدور باي سرعه. اهم حاجه ما يدورش الموتور ده، الموتور ده ما يدورش على الكتله دي والسبرنج ده اللي هم بتوع الناتشرال سيستم، ما يدورش بسرعه كام؟ 803. يدور باي رقم فوق او تحت السرعه دي. اذا الموتور ده لو ضرب الرقم اللي هو سرعه 803 هينهار السيستم وهيتكسر السبرنجز ويتدمر كل السيستم ده. فعشان دي كده حته مهمه ان انا ابعد عنها. فعشان ابعد عن الرنين لازم احسب الاوميجا ان واشوف السرعه بتاعته اللي بتوصله للريزونانس اللي هي دي. كان في مطلوب تاني قال لك بقى احسب ايه؟ امبليتيود اوف ذا فايبريشن ات 1200 ار بي ام. في ناس بتتلخبط ده من المنطوق بتاع الاسئله دي. يقول لك احسب الامبليتيود، قلنا الامبليتيود ده هو رمزه اكس كابيتال اوف ذا فايبريشن ات 1200 ار بي ام. يبقى ده فريكوانسي جديد فورسد، يبقى هو اداك ايه؟ قال لك احسب لي بقى لما ادور الموتور ده بسرعه كام؟ 1200. انسى المطلوب الاولاني، انت جبت له الشرط اللي يحصل فيه ريزونانس، خلاص شكرا انساه. يعني انسى الرقم ده. ده جبناه وخلصنا، وقال لك بقى انا هدور ب 1200 احسب لي بقى الامبليتيود. عشان احسب الامبليتيود محتاج اعرف شويه حاجات، ادي الامبليتيود تحت اهو. ده الامبليتيود محتاج اعرف فيه ايه؟ محتاج اعرف فيه الاف نوت، محتاج اعرف الكي، عارفينها الاف نوت عشان تجيبها. انا هطلع من تحت لفوق بس عشان ابين لك انا عايز احسب ايه. يعني الاف نوت، الاف نوت عباره عن ام في الاي ان اللي هي ام اوميجا سكوير في ار. طب الاوميجا بتاعت مين؟ اوميجا اف. طب انا ما اعرفهاش بس مداك الايه؟ اداك ال 1200 ار بي ام. يبقى نطلع بقى فوق خالص كده، ال 1200 دول هضرب 2 باي ان على 60 جبت الاوميجا اف اهي. والام الانبالانسد ويت ديت اللي 1 كيلو جرام هتجيب لي الاف نوت اللي هي ام اوميجا سكوير في ار او ام اوميجا سكوير في الاي. والار دي كانت على بعد 6 سم، اهي 6 سم اهم. يبقى جبت الاف نوت، عوضت بالمعادله دي، جبت الامبليتيود. فالامبليتيود ده طالع بالسالب فهو برضك ريفرس، لان الار عندي هنا اكبر من الواحد، فيبقى 1 ناقص ار سكوير رقم نيجاتيف، فيبقى دايما الاكس بارتيكولر طالعه طالما بالنيجاتيف تبقى طالعه ريفرس فيز او اوت اوف فيز. فمسائل الفورسد مسائل سهله وبسيطه مش متعبه. الشق الاخير من المحاضره ومن الجزء بتاع المنهج بتاعي اللي هي الفورسد دامبد فايبريشن، وهو يطلع شبه بالظبط الفري دامبد فايبريشن. دامبد يعني يظهر معايا الزيتا عشان يظهر معايا السي دامبر. فهو هنفكرك بالمعادله تاني، ده كله تذكره بالمعادلات السابقه، بس بدل ما كنا بنحط بتساوي صفر بنحط بتساوي ايه بقى؟ بتساوي الاف اوف تي. يبقى اكس دبل دوت زائد 2 زيتا اوميجا ان اكس دوت بلس اوميجا ان سكوير اكس، ده الشكل الستاندر بتاع السكند اوردر، يساوي اف اوف تي. والاف اوف تي دوت فورسد، يا اما داخل ساين او كوزاين. تاني بنعيد تاني، الاكس بارتيكولار بقى في حاله الدامبد فورسد او فورسد دامبد فايبريشن هتساوي ايه؟ اكس اف دي، امبليتيود جديد خالص اسمه اكس اف دي كوزاين اوميجا ان تي ناقص ابساي فورس الدامبد. الرموز بدات تصعب الامور هنا يا دكتور، الدنيا كده بقت صعبه، ما تشغلش بالك، هي دي معادلات كلها مكلكعه. قلت لك لو هجيب لك مساله فيها الكلاكيع دي كلها هديك الايكويشن المكلكعه دي. وزي ما قلت لك من الحاجات المكلكعه دي ممكن اجيب السهل اللي قبل كده، لسه هنوضح واحده واحده يعني. يبقى الامبليتيود بتاع الفورسد دامبد عباره عن اف نوت على الجذر التربيعي لكي ماينس ام اوميجا اف سكوير الكل تربيع بلس سي اوميجا اف سكوير. شايف المعادله دي؟ المعادله دي تجيب لك اي حاجه من اللي خدناها قبل كده. يعني اي حاجه من اللي خدناها قبل كده؟ لو ما عنديش دمبر يبقى الترم ده تلاشى اهو،
لو ما عنديش فورسد يبقى الترم ده تلاشى اوميجا فورسد دي. فيعني ده يوصلك للحاجات القديمه اللي احنا كنا عاملينها، لان لو ما عندكش فورسد يبقى عندك ناتشرال اللي هو اوميجا ان البيبساي. بس اني anyway يعني انا هديك المعادلات ما تقلقش، في الحالات اللي هي بتاعه الدمب دايما هديك المعادلات اللي فيها دمبر. الابساي اف طبعا ابساي بستخدم ابساي ليه؟ عشان دي معايا دايما الكوزاين، فطالما معايا الكوزاين مثبت معايا يكون دايما معايا الابساي. الامبليتيود اوف فورس دامب فايبريشن اهي المعادله بتاعته اهي، اكس اف دي هتساوي اف نوت على الجذر التربيعي الام كي ناقص ام اوميجا اف سكوير بلس سي، اللي قلنا لو شلنا ده وحطينا هنا اوميجا ان هتلاقي نفس المعادلات السابقه. هي طلعت معايا بردك واحد ناقص ار سكوير لان خدنا الكي مشترك ونفس الكلام القديم، فبس مش تحفظش يعني الكلام ده مش محتاج تحفظه، انا هديك المعادلات دي لما اجيب لك سؤال عليه. بس ممكن اديك المعادله دي وما اديكش دي بقى، يعني لما يطلب منك الامبليتيود ريشيو هتقول لي خلاص هاخد ده على ده، هيطلع هو المقام واحد على المقام. فانا هديك المعادله الجنرال العامه اللي لو اتطلب منها بقى امبليتيود ريشيو او امبليفيكيشن ريشيو تعرف تطلعها على طول من المعادله الاصليه، ان هتقسم اكس اف دي على الستاتيك ديفليكشن يديك واحد على المعادله دي كلها. والفيز شيفت برضك هتبقى معادله جيفن في حاله الفورسد اللي هي 2 زيتا اوميجا اف على اوميجا ان 1 ناقص اوميجا اف على اوميجا ان، سواء جات لك بالشكل ده او بالشكل المختصر ده انت عارف ان الار عباره عن اوميجا اف على اوميجا ايه؟ اوميجا ان، فسهل برضك اعملها يعني. فالار هي اوميجا اف على اوميجا ان، سواء جات لي كده او جات لي كده فانا اقدر اطلع نفس المعادلتين من بعض. الماجنيفيكيشن ريشيو هي عباره عن ام في اكس اف دي على ام امبالانس في الاكسنتريستي هتساوي الشكل ده. طبعا المعادله برضك دي هتكون جيفن لان هديها لك ما تشغلش بالك بيها يعني، بس مش هقول لك اسمها ايه يعني، هديك المعادله وما اقولكش اسمها ماجنيفيكيشن ريشيو، وممكن يطلب منك في السؤال احسب لي الماجنيفيكيشن ريشيو لكن مش هديك الاسم بتاعها، هديك معادلات مجرده بس وانت تطلع منها اللي انت عارفه. وطبعا الام يو امبالانسد ماس والديستانس فروم سنتر للاكسنتريستي. المعادلات برضك كبيره وصعبه، لكن لما نيجي نحل مساله الفورس لا مساله المساله سهله، ودي حاجه غريبه جدا، مسائل الفورس تتحل بابسط بكتير، ولا فيها بقى لاجرانج ميثود ولا فيها ايكويفالنت انرجيز ميثود ولا اي ولا نيوتن ميثود ولا فيها الكلاكيه دي خالص. الفورس فايبريشن بتتحل سهله سواء فورس ان دامبد او فورس دامبد عادي جدا يعني، الدامبد هو ظهر دامبر بس زياده وخلاص. نبص على المثال ده، سمبليفايد موديل اوف ا واشنج ماشين، غساله ليها موديل مبسط الشون في ان الشكل بتاعها هو الشكل ده، دي الغسالة دي الحلة بتاعت الغسيل، وفي عندك سبرينجز اهي وفي دمبر هنا في تو سبرينجز تو دمبر في الرسمة ذات نفسها. A bundle of wet clothes يعني حزمة من الويت من الملابس المبللة عشان فيها مية طبعا، فورمز اماس عاملة لي ام بقى ام اللي هي الام امبالانس يعني ب 10 كيلو جرام، يعني الغسيل لما تبل مية عامل 10 كيلو جرام. طب هو ليه سماه ام بي؟ او هي بالنسبة لنا هي دي الامبالانس فورس، ان الغسيل ده لما بتيجي تحط غسيل جوه الغساله تبص عليه كده تلاقي الغساله الحله عماله تلف، والغسيل ده بيبقى كانه عايز يطلع يلمس المحيط لانه مطرود بره بالقوه الطارده الايه المركزيه، عشان كده تلاقي الغسالات عماله تلف مره يمين شويه ومره شمال شويه عشان تقلب الغسيل ما يبقاش كله في مكان واحد. لما يتلف يمين شويه بعض الملابس لزقت فوق، لما يعمل العكس يروحوا واقعين ويروحوا لتحت طلعوا فوق تلاقي عكست على طول، يبقى كله متعرض للنظافه والميه والمسحوق والكلام ده كله. فبيقول لي في كتله الملابس دي بقت وزنها 10 كيلو جرام، دي كتله زياده على كتله الغساله خلي بالك اللي هي الام امبالانس. اند كوزز ا روتيتنج امبالانس، وقال لك كمان قال لك دي عامله لي امبالانس، بس طبعا الغساله ديزاين لانها تستحمل الامبالانس دي، عشان كده لما حد يروح يشتري غساله تنتبه لحاجه مهمه جدا، وطبعا المهندسين الحاجات دي ما بتعديش عليهم. اما تروح مثلا تلاقي واحده مثلا ربة منزل تقول لك كده الغساله بتتحرك من مكانها، يا ستي ما انت حاطه لها ملابس وزن اكتر من اللي انت شاريه عليها الغساله، الشركه قايله دي غساله تستحمل مثلا 10 كيلو جرام، انت حاطه 12 حاطه 15، فمخرجه الغساله من البالانس بتاعها فهتقعد تحصل لها فايبريشن عاليه وهتتحرك من مكانها وتقعد تخبط وهي شغاله. فالشركه ما بتصنع الغساله دي غساله 5 كيلو جرام او دي غساله 10 كيلو جرام او 20 كيلو جرام، الرقم اللي بتتبعه الشركة ده الرقم اللي تستحمله الغسالة وتشتغل عليه بدون أن يحدث فيها unbalance.
لكن لما احط غسيل اكتر من كده يبقى انت خرجتها من البالانس بتاعها. نرجع للمساله، الكتله اللي هي 10 كيلو جرام دي بتاع الويت كروزس عامله لي امبالانس، والروتيتنج ماس 20 كيلو جرام انكلودنج ام، دي الكتله بقى اللي اي غساله ليها كتله كده متعلقه فيها بتلف مع الموتور، يعني اللي هي 20 كيلو جرام وتشمل معاك الام، الام بالانس يعني الشركه حاسبها معاها كمان. اند ذا ريديوس اوف ذا واشر باسكت، القطر بتاع الحله بتاع الغساله من جوه 25 سنتيمتر، ده القطر ولا ده الريديوس، يبقى ده الاكسنتريستي، يعني ده الاكسنتريستي اللي الملابس بتروح طالعه للمحيط بره على بعد 25 سنتي بتوع الحله دول. knowing the washer has an equivalent spring constant، الغساله دي كلها ليها equivalent spring constant كي بتساوي 1000، يبقى ده كي equivalent خلاص كله. ودامبنج ريشيو زيتا، الدامبنج ريشيو ديت بقدر اطلع منها السي لو اعرف السي كريتيكال طبعا، اند ديورنج، والسي كريتيكال بيجي سهل 2 جذر كي ام او 2 اوميجا ام، 2 ام اوميجا ان يعني قلناها قبل كده. اند ديورنج ذا سبين سايكل، اثناء دوره الغسيل دوران الغسيل يعني، ذا درام روتيتس ات 250 ار بي ام، الدرام ده اللي حاله الغساله شغاله ب 250 ار بي ام، يعني موتور الغساله بيلف ب 250 ار بي ام. طب دي تفيدني بايه؟ ده دي الاوميجا فورسد، يعني 250 دي هقول 2 باي ان على 60 اجيب الاوميجا فورسد من ال 250 ار بي ام، من ده الفريكوانسي بتاع الموتور اللي هو الفورسد اللي مشغل الغساله بانبوت فورس. determine the amplitude of motion، طالب الامبليتيود اللي هو الاكس فورسد ده، وعندي هنا دمبر طبعا يبقى اكس فورسد دي. بنشوف الداتا اللي عندنا، الام توتال 20، الكيب كذا، الاوميجا اف 250، هي مش اوميجا اف طبعا، هي ان للاوميجا اف، والاي 25 سنتي، والام الامبالانس فورس ب 10. determine the system natural frequency، فانا بفكرك ان دي معادله فورسد فريكوانسي وفيها دمبر وفيها سبرينج وفيها ماس، يبقى دي المعادله الجنرال كامله. هجيب الاوميجا اف منين؟ 2 باي ان على 60 جبناها. طب الاوميجا ان قلنا اي سيستم في الدنيا اي ناتشرال كده ليه كتله وليه سبرنج، فالسبرنج بتاع الغساله كان 1000 والكتله بتاعت الغساله 20 كيلو جرام، يبقى الغساله ليها ناتشرال فريكوانسي 1000 على 20 تحت الجذر، جبنا الناتشرال. قارن دول ببعض كده، اوميجا اف بكام؟ 26 و18%، اوميجا ان 7 و7، خلاص الحمد لله مش زي بعض، يبقى الحاله دي مش هتوصل خالص للريزونانس، يبقى السرعه ال 250 دي ما توصلنيش للريزونانس، لان الرقم بتاعها عالي اهو، اعلى بكتير من الايه، من الاوميجا ان، لا يساويه ولا يقترب منه. فهنا الار بتاعتنا اكبر من واحد لان الاوميجا اف اكبر بكتير من الاوميجا ان، يبقى دي ار اكبر من واحد، يطلع بردك ريفرس فيز. كالكوليت ذا كريتيكال دامبنج كونستانت، عشان اجيب الكريتيكال دامبنج كونستانت اللي هطلع منه السي ذات نفسه، قلنا السي كريتيكال عباره عن 2 الجذر التربيعي الكي في ام، الكي عندك معروفه والام معروفه، جبنا السي كريتيكال، وقلنا زيتا جيفن يبقى سي على سي كريتيكال، جبت منها السي اللي هو الفيسكاس دامبنج كوفيشنت. وبعد كده هحسب الانبالانسد فورس اللي هي اف نوت يعني، اللي هي ام في ان، اللي هي ام في اوميجا ان سكوير او اوميجا اف سكوير في اي، كل ده عندك ام انبالانسد كام؟ ب 10، والاي ما اعرفش كانت ب 25، والاوميجا اف انت حاسبها من السرعه بتاعت 250، جبنا كل الكلام ده طلع لي الفورس الانبالانس بكام؟ ب 1713 نيوتن. عشان احسب الاكس امبليتيود او الماكسيمم امبليتيود، اكس ماكسيمم، اقعد في المعادله دي، اف نوت على الجذر التربيعي كي ماينس ام اوميجا اف سكوير كل تربيع، ودي المعادله الاصليه بتاعت الجزء ده كده لغايه كده بتاع الفورسد الهوموجينيوس، زائد سي اللي هو كان حاله وعدم وجود دمبر سوري، زائد السي اوميجا اف، ده لما الدمبر ظهر، ظهر لي الترم ده زياده. عشان كده بقول لك المعادله دي، لو انت خدت المعادله دي اقدر اجيب منها دي حاله بتاعت الاندر دامبد. طب هي لو ان دامبد احط السي بصفر، اشيل بس الترم ده، يبقى عرفت الاكس بتاعت الفورس في حاله، بس اشيل الدي كمان، اشيل السي واشيل رمز الدي، يبقى في الحاله بتاعت الفري سوري الان دامبد فري فورسد فايبريشن. اعوض بالارقام دي، طلع الامبليتيود طلع بالرقم ده، خلاص مساله سهله وبسيطه مفيش فيها اي حاجه، والمساله اتحلت. بص مساله الفورس ده اهي، نص السؤال ده كمان ده مع الشرح، نص السؤال اهو، الاجابه اللي هي فيها جيفن داتا وشرح الكلام اللي جوه. طب انت لو طالب بتحل هتعمل ايه؟ لو طالب بتحل تكتب دي اوميجا اف، تحسب اوميجا ان، الحمد لله مفيش ريزونانس،
تنتقل تحسب لي، مش تشرح حتى كل الكلام ده، هتحسب السي كريتيكال وتطلع السي وتحسب الاف نوت وتعوض في في المعادله دي بتاعت الامبليتيود جبت منها ايه؟ اكس. مساله زي كده و10 درجات مضمونه ولا فيها مجهود ذهني ولا نيوتن ولا لاجرانج ولا الكلام وجع القلب ده. اخر مساله في المحاضره ونقفل بيها، فورس دامبد فايبريشن، بس مساله فيها جزء كده هي مع انها سهله بس فيها جزء يعني تريكي، يعني حته تريكي فيها كده. ريسبريكيتنج كومبريسور سلايدر كرانك ميكانيزم روتيتد باي 27 كيلو جرام سمول موتور، الموتور اللي مشغل الكرانك ده ميكانيزم عباره عن وزنه 27 كيلو جرام اون افور رابر بادز محطوط على اربع كاوتشات تو ايزوليت ات فروم اتس فاونديشن عشان يعزله عن الارضيه بتاعته. If the rubber pads are deflected 5 millimeter by the self weight. دي كانت مسألة في شيت 2 تقريبا. يقول لك مكنة وزنها كذا على رابر، فالرابر ده فيه ديفليكشن فطلع حاجة معينة. إذا كان الرابر ده بيحصل له ديفليكشن 5 مليمتر بسبب الويت بتاع الموتور ده by the self weight of the machine، أكيد هنطلع منها حاجة. And the damping coefficient of each piece of rubber، وكل قطعة من الرابر ليها دامبنج كوفيشنت اللي هو السي يعني 120 نيوتن، يبقى ده مش السي ايكوفلنت، ده كل قطعة. ديترمن ذا سبيد ان ار بي ام ات ويتش ريزونانس اوكير، طلع لي السرعة اللي يحصل عندها الريزونانس زي أول مسألة، يبقى طلع الأوميجا ان، ومن الأوميجا ان أقول هي دي الأوميجا اللي يحصل عندها الريزونانس أكنها بتساوي أوميجا اف، وأطلع له السبيد 2 باي ان على 60 أطلع الإيه؟ الإن بتاعت الريزونانس. واحسب كمان الكريتيكال دامبنج ريشيو. السي كريتيكال سهلة، السي كريتيكال بتساوي 2 جذر كي ام او 2 ام في اوميجا ان، كل ده يطلع منها. اند الدامبنج ريشيو الزيتا، لو انا عرفت السي والسي عندك هو اصلا بس ده السي بتاع كل قطعة، فانا هجيب السي ايكويفلنت وانا جبت من هنا السي كريتيكال، فاقدر اطلع الايه؟ سي على سي كريتيكال هي الدامبنج ريشيو. ده المسألة لسه فيها كلام. If the motor starts to run at، خلاص المطالب اللي فاتت ديت هتتحسب لوحدها، بس احنا بقى ايه المسألة فيها جزء تاني. If the motor starts to run at speed of 1750 RPM، دي سرعة جديدة يدور بها الموتور. The compressor has a 50 millimeter stroke، هي دي بقى أخبث حتة في المسألة دي كلها، إن الكمبريسور بيعمل ستروك 50 سنتي. طب ده يفيدني في، أنا عايز ستروك، لا مش عايز الستروك، أنا عايز الإكسنتريستي. ابص للرسمه اللي تحت دي كده، المكبس ده لما يعمل ستروك مشوار طالع راجع كده اس، الاس دي هتيجي منين؟ هتيجي مره لما الدراع ده ينزل لتحت هنا هيجيب اللي هي التوب ديد سنتر اعلى مسافه هنا، ولما الدراع ده يرجع لورا يعني النقطه دي تيجي هنا كده هيبقى المكبس هيجي للبوتوم ديد سنتر. ففي نقطه اسمها بوتوم ديد سنتر ونقطه اسمها توب ديد سنتر، اللي الفرق بينهم الديفرنس بتوين زيم از ذا ستروك، ده الستروك. الله، طب ما كده الستروك عباره عن اتنين ايه؟ اتنين الراديوس. هي إيه دي الحته اللي تركتها في المساله، ان الستروك عباره عن ايه؟ عن اتنين الراديوس بتاع الكرانك ده. يبقى انا عايز الاكسنتريستي، الاكسنتريستي هي مين؟ هي الحته دي يعني هي الراديوس، يبقى الاكسنتريستي هي الراديوس عباره عن الستروك على اتنين. عشان هتقعد بقى الله فين الاكسنتريستي؟ لا، الاكسنتريستي هنا هتيجي بحته تفكير بسيط، ان يعني في عندي ستروك بيحصل والستروك ده عباره عن 2 ار والار دي هي الاكسنتريستي، يبقى الاكسنتريستي عباره عن الار اللي هي الستروك على الاثنين، او دي كان الستروك. ذا بيستون اند ريسبريكيتنج بارتس هاف ا لامبد ماس، المكبس ده وزنه نص كيلوغرام، طبعا ده اللي عامل ان اكسنتريستي او امبالانس، لوكيتد اون كرانك شافت اند روتيتد باي هارمونيك موشن، والقوه داخله بالهارمونيك موشن دي. Determines the amplitude of the motion، يحسب بقى الامبليتيود بتاع الموشن والماجنيفيكيشن فاكتور والستيدي ستيت ريسبونس. احنا قلنا الترانزيانت هو الاكس هوموجينيوس والبارتيكولر هو الستيدي ستيت، ودي اتذكرت في المحاضره ارجع لها كده، لو ما كان في رسمه فوق ورسمه ثانيه واتجمعوا مع بعض طلع الرسمه الثالثه. فاول رسمه فوق خالص كانت الاكس هوموجينيوس اللي اسمها الترانزيانت، واللي وراها كانت الاكس بارتيكولر اللي اسمها ستيدي ستيت، مجموعهم يدي التوتال ايه؟ ريسبونس. انت لما بتيجي تحل مساله رقميه مش محتاج تبقى يعني، بس بقول لك يعني يبقى فاهم الكلام ده موجود ورا كمسميات. تعالى بقى نحل المساله، او نرجع بقى احنا ايه اللي كان مطلوب اصلا، احنا نسينا مطلوب من ساعتك في الجزء الاولاني
determine the speed in RPM. اول حاجه احسب السرعه اللي يحصل عندها الريزونانس، والكريتيكال دامبنج ريشيو والدامبنج ريشيو. احسب دول، تعال نحسبهم. السي ايكوفلنت كان عندي 4 بادز 4 كاوتشات، يبقى 4 في 120. طلعناها السي كريتيكال، قلنا ان الكاوتش بتاع الباد ده قال لك لما احط له الكتله اللي فوق دي بيحصل له ديفليكشن، كانت منصوص عليها نصا، قال لك بيحصل لها ديفليكتد باي ايه؟ اف ذا رابر بادز ار ديفليكتد 5 ملم باي ذا سيلف ويت اوف ذا ماشين. يعني اول ما احط المكنه عليها كده واثبتها في الورشه هتحصل لها ديفليكشن 5 ملي. يبقى ده هيفيدني بايه؟ هجيب منه الحته دي. بص الدلتا بتساوي اف الرابر بادز، دي رابر بادز الدلتا اللي حصلت فيها بتساوي الفورس على الكي. الفورس هنا عندي دي السيلف ويت اللي هي ام في جي على الكي ايكويفلنت، عشان هو اصلا في المساله مش مديك الكي، بس دي كانت مساله لوحدها في الشيت لوحدها كده، كانت بتتحسب لوحدها في الشيت جزئيه زي دي كده بالظبط. يبقى الكي ايكويفلنت عباره عن ايه؟ ام في جي على الدلتا. جبنا الكي ايكويفلنت وعندك قبل كده السي ايه ايكويفلنت. طالما جبت الكي وعندك الكتله احسب لي الناتشرال فريكوانسي. الاوميجا ان عباره عن ايه؟ عباره عن الجذر التربيعي لكي على ام، او الكي، بص الكي عباره عن ايه؟ الكي انا عوضت بالكي، الكي عباره عن ام في جي على دلتا اهي، يبقى ام في جي على دلتا هو ده كله الكي على ام، الام موجوده تحت اهي، يبقى اما هتروح مع الام، يبقى كانه في الحاله دي بيساوي الجذر التربيعي لجي على دلتا. جبنا الناتشرال فريكوانسي ب 44، وهلاقي في الحاله دي يبقى ده هيساوي الفورسد، عشان بيقول لي احسب لي الفريكوانسي اللي يحصل عنده الريزونانس. جبناه اهو، يبقى اوميجا ان هيساوي اوميجا اف عند القيمه دي، وبالتالي اقدر احسب منها السرعه. الكريتيكال دامبد اللي هو طالبه بيساوي 2 ام اوميجا ان، او 2 ام الجذر التربيعي الكيف ام، عندك كذا معادله ليها قلناها قبل كده في المحاضرات. طلع الكريتيكال دامبد، احسب الزيتا اللي هي سي على سي كريتيكال، طلع الزيتا وطلع السي كريتيكال، فخدنا درجاتهم خلاص كده، درجات اول مطالب. الجزئيه الثانيه قال لي ده الموتور بيلف ب 1750 ار بي ام وعامل ستروك كذا، وفي كتله بتعمل امبالانس كذا، فالستروك ده هيجيب لي الايه؟ الاكسنتريستي. واحنا حلينا الحته التريكي بتاعت المساله، ان في ستروك جيفن هيديني الاكسنتريستي بتساوي اس على 2. يبقى الاوميجا اف بتساوي كام من هنا؟ الاوميجا فورس دي 2 باي ان الجديده على 60، طلعنا منها اوميجا اف. تعال نشوف بقى الار عباره عن اوميجا اف على اوميجا ان، طالعه بردك اكبر من ايه؟ اكبر من الواحد. يبقى ريفرس فيس على طول. يبقى ذا روتيتنج بالانس والماس بروديوس سنتريفيجال فورس، وقايل ان في كتله بتعمل امبالانس اهي على بعد طبعا الاكسنتريستي، يبقى ام اوميجا سكوير في اي، الام بنص، اوميجا سكوير معروفه والاي مع جيفن. طلعنا الاف نوت، واقدر اجيب اللي ايه؟ الكي ايكويفلنت اللي هي ام في جي على الدلتا من الجزء اللي قبل كده اهو، ام في جي على الدلتا احنا حاسبينها قبل كده، بس انا كاتبها تاني عشان اكني بحل المساله دي محتاجها، يعني اكني بحلها لوحدها، لان يعني فعلا دي مش معتمده خالص على اللي قبل كده، غير ان انا واخد الكيس وعارفها قبل كده وعارفها دلوقتي. الكتله 27 والجي رقم جرافيتيشنال اكسلريشن، والدلتا هي الديفليكشن بتاع الباد ذات نفسها اللي هو ستاتيك يعني. فخلاص عرفت كل المجاهيل او كل القيم دي، اعوض في المعادله بتاعه الامبليتيود بتاع الفورس الدامبت فايبريشن. هي المعادله هي، احفظ المعادله دي او انا هديها لك طبعا زي ما قلت لك، اعوض فيها كل ده. عندك كي، عندك الماس، عندك اوميجا اف، عندك عوضت جبت الايه؟ جبت الاكس. الفيز انجل بتساوي طبعا تان ماينس 1 سي اوميجا اف على كي ناقص ام اوميجا اف سكوير، خلاص عوضنا جبنا الفيز انجل. الماجنيفيكيشن فاكتور ام اكس اف دي على ام نوت، كلها تعويض مباشر بقى خلاص. دي ميزه مسائل الفورس فايبريشن، ان طالما عندي الداتا معروفه وجبتها اطلع منها كل المطالب. يعني اتمنى يكون ان الناس استفادت بالمحاضره، واحنا كده خلصت انا الجزء بتاعي تماما. وطبعا دي كانت محاضره متاخره، ان احنا كنا بدانا اسبوع متاخرين، فاحنا كده الكورس بتاعي كجزء عندي خلصان، فانت تقدر تحل الاربع شتات اللي انت فاخدهم في الجزء اللي يخصني. واهم حاجه في امتحان الفاينل، عشان في بس حاجه الناس بتلخبطنا فيها في الامتحان، الامتحان اي ماده فيها اتنين دكاتره وانت طالب في هندسه فتكون منظم. يعني ايه اكون منظم؟ ما تجيش تحل سؤال للدكتور الرقم الدكتور الف مع الدكتور ب، مفيش الكلام ده. انت امسك دكتور منهم حله في الناحيه اليمين للكراسه، والدكتور الثاني تروح ماسك الناحيه الشمال، او اقلب الكراسه وحل من الناحيه الثانيه.
ما ينفعش انت تقعد تحل دكتور مصطفى مع دكتور محمد او دكتور رمضان مع الدكتور اسلام، مفيش كده في الدنيا، لان كل دكتور بيعلم الجزء بتاعه. فلو انت حلل لي جزئيه جوه المساله مثلا بتخص الدكتور تاني، بيني وبينك بتروح عليك خلاص، باي باي، لان ولا الدكتور التاني فاضي يدور على الجزء بتاعه جوه حلولي انا، ولا انا فاضي ادور على مسائلي جوه الجزء بتاعه. فانت عشان تنظم شغلك وتضمن درجاتك، تحل لكل دكتور في ناحية من كراسة الإجابة، تختار واحد اللي هتبدأ بيه، ابدأه من الشمال لليمين وتروح عاكس الكراسة وامسكها العكس وقلبها، عشان تحل إيه من الدكتور التاني من ناحية أخرى، عشانها بنحل دايما من الشمال لليمين في كراسة الإجابة، بنحل من ناحية الشمال للناحية اليمين. طب لو أنت عملت غير كده ولخبطت الدنيا ببعضها، ما تبكيش بقى غير نفسك، ابكي على نفسك بقى، درجاتك كلها هتروح عليك، ولا حد هيبص على فين الجزء بتاعه، أنت لخبطت الدنيا ببعضها، ولا انا هدور ولا الدكتور مصطفى هيدور، وهتروح عليك درجاتك في الاثنين، وانت وحظك بقى، انت ونصيبك. اتمنى الناس تكون مركزه في امتحان الفاينل ان شاء الله، احنا قربنا جدا للفاينل خلاص، اظن الجدول في الكليه نزل او بينزل الاسبوع ده. ذاكر كويس وربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله. حد عنده اي اسئله؟ هيكون في شفا يا دكتور؟ لا، محدش ولا فاضي لشفوي ولا كورونا ولا هنشوف وشكو خالص، مع نفسك يا ريس في الامتحان. شاكرين لك. انت الامتحان انت ومهارتك في الامتحان، حل في الامتحان. ممكن دكتور مصطفى يحب هو بقى يغامر ويحب يقعد معاكوا بعد الامتحان، هو بقى براحتك، الكورونا خلاص مش هنقعد مع حد. وبعدين يا دكتور بهزنا، اتفضل. المحاضرات كده كتير قوي، كل جزء جزء. لو ايه معلش؟ المحاضرات عدد المحاضرات كبير كبير. ما انت كبير، انت كمان كبير، مع كبير مع عادي، يعني ايه المشكله؟ ما انت كبرت في رابعه، مش انت في رابعه كليه دلوقتي؟ يبقى انت كبرت، خد كم كبير بقى. تماما، سيب الكلام ده لبتوع سنه اولى وبتوع، انا راجل في رابعه اخد اي حاجه، شيل. اصل حضرتك دكتور الاسبوع ده حصل كان قبل الميد ترم دوت، ممكن يجي منه كميه كبيره في الامتحان، اللي هو الجزء اللي خدته قبل كده اللي احنا امتحنا فيه الميد تيرم اهو قبل خلي بالك الجزء اللي قبل الميد تيرم ده البيزك بتاع ايجاد الايكويشن اوف موشن، سواء للجزء بتاعي او للجزء بتاع الدكتور مصطفى، ازاي تستخدم نيوتن ميثود، ازاي استخدم لاجرانج ميثود، ازاي استخدم ايكويفالنت انرجي ميثود، عشان تحل اي مساله سواء سنجل ديجري اوف فريدم او مالتي ديجري اوف فريدم مع الدكتور مصطفى، لازم اعرف معادلات الايه نيوتن ميثود ولاجرانج ميثود والايكويفالنت انرجي ميثود. فدي بيزك، لازم هيجي لك مسألة في الفاينل بتحل بيها بالطرق دي عادي جدا. تماما. المهم كلكم بتسألوا في حاجات ما تخصش المحاضرة، ده شيء جميل جدا. انا امتحن في ايه؟ المنهج كتير يا ابني، في سؤال في المحاضرة؟ لا تمام كده يا دكتور. يلا ربنا يوفقكم ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام.